شجوني فهل ترشدوني؟ فأنتم أماني وأنتم عيوني. ثويني شجوني فهل ترشدوني؟ فأنتم أماني وأنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف كثير منكم شافوا برنامج يوميات ثويني، لكن إحنا الآن نعيده بطريقة مختلفة وهو موجه للفتيات والفتيان. الله يبارك لكم إن شاء الله وييسر. كل المطلوب منكم تتابعون المشهد الكرتوني القصير اللي سيعرض عليكم إن شاء الله الآن، وهو إما عن موقف سلبي ثويني ومع شلته عصام وياسر الشلة كلهم علاء، أو أنه موقف سلبي. المطلوب منكم تكتشفون الموقف إن كان سلبيا أم إيجابيا، ثم ما الحكمة وراء هذا المشهد، وغالبا راح يكون فكاهي إن شاء الله. تابعوا وبعدين إن شاء الله نقول لكم ما المطلوب فعله بعد المشاهدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ها، جاهزين للنهائي؟ ان شاء الله استاذ. ترى علمي فيكم دائما على المستوى، بس من حق الهديه اليوم؟ هي ثويني، استاذ ممكن اكون خارج المسابقه بس اليوم. ليش يا ثويني؟ عسى خير. والله يبا زين، فريقك ما يقدر يستغنى عنك، صح شباب؟ طبعا استاذ، ثويني نجم الفرقه. الحقيقة أستاذ أني ما ودي أخسر الفريق، البارح انشغلت بالحفظ لمسابقة القرآن الكريم. زين، تقدر تظل مع فريقك يا ثويني، وإذا قدرت تشارك يكون أحسن. بس قبل ما نبدأ لازم نفهم موضوع وايد مهم. اقرأ متن الحديث يا ثويني. قال زيد بن ثابت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحسن السريانية؟ إنها تأتيني كتب. قال: قلت لا. قال: فتعلمها. فتعلمتها في 17 يوما. ها، عسى فهمتوا شنو ودي أقول. أستاذ زين، على ضروري نتعلم اللغات الثانية، وأكثر من ضروري بعد، نقدر نقول إنه واجب علينا نتعلم اللغات الأمم الثانية عشان تقدر يا ثويني أنت وربعك توصل معنا القرآن الكريم بشكل صحيح وواضح، مفهوم؟ Can we start now? Yes. Ready? Steady? Go. طبعا شاهدت المشهد انتم الان وشفتوا التفاصيل، منها ما هو فكاهي، منها ما هو محزن، منها ما هو معبر. المطلوب منكم الان باختصار شديد البحث عن الحكمة. اذا رقم واحد، ما المقصود؟ ما الحكمة؟ ما الفائدة المرجوة من هذا المشهد؟ ما هي الرسالة التي اراد ثويني ان يوصلها لكم هو مع استاذ يوسف والشلة؟ واحد. اثنين، بعدما عرفت الآن أو عرفتي الحكمة، ما القرار؟ اتخذوا قرارا الآن، إما سأفعل كذا وكذا أو سأترك كذا وكذا. حسب المشهد، إن كان سلبيا فنترك الجانب السلبي، إيجابيا نمارس هذا الجانب الإيجابي، إن كان موجود نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. إذن واحد، ما الحكمة؟ ما الفائدة؟ اثنين، ما القرار الذي اتخذتموه بعد أن عرفتم هذه الحكمة وهذه الفائدة؟ ثم غردوا، رقم ثلاثة، غردوا بها الكل بعدما يستفيد أو يعرف أو يتخذ قرار، يكتبها كتغريدة وينشرها للبنين والبنات حتى يستفيدوا منها إن شاء الله. وهنا نكون حققنا الهدف من مشهد اليوم. كل يوم هذا المطلوب منكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في جهودكم، وأن تكون هذه التغريدات لها إن شاء الله أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.